صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه أثناء توجه أحد ضباط قوة تأمين الطرق بإدارة قوة أمن دمياط لمقر عمله صباح اليوم، لاحظ وجود شخصين أمام منزله يستقل أحدهما دراجة بخارية، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، فقام الضابط بمبادلتهما إطلاق نيران ما أجبرهما على الفرار. أسفر ذلك عن إصابة الضابط بجروح سطحية وكذلك سائقه، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتتبع الجانين لضبطهما.